أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم مثل ما بتعرفوا معنا أبو الحكم ابن كثير، وحلقتنا طبعا هي الحلقة الأولى في سلسلة من محمد من الألف إلى الياء. بالبداية خلونا نرحب بأخونا حكمة، أخونا أبو الحكم آسف ابن كثير. أخونا أبو الحكم، أهلا وسهلا فيك. اهلا بك اخوي جان، وارحب بكل المشاهدين اللي يتابعونا. اهلا وسهلا فيك ابو الحكم. ابو الحكم صراحه يعني انا كنت يعني متمني تلبس العبايه، قصدي هي العمامه يعني مشان تبين، يعني هو بعد ما رتبنا بس رتبها اجي البسها. تمام. بس هي فكرة سال اصلا، طبعا لازم اول شيء بحلقة البس بعدين انا شفتك لبسها يمكن حلقة من حلقاته ولا لا، هي كانت بروفا، هو سرقها من صوري وراح عملها. ايوه بروفا. طيب، على كل إن هو يعني المفروض تلبس العمامة حتى تبين من كثير بذاتك وخبزاتك مثل ما بقول. بدك امسك سبحة كمان؟ لا السبحة ما بتهمنا السبحة لأنه إيدك عم تقرأ بالأوراق، يعني ما في ضرورة للسبحة. حكمة أبو الحكم، يعني نحن موضوعنا هو محمد من الألف إلى الياء، فبدنا نبدأ من الطفولة أكيد. يعني شو بتخبرنا عن محمد، طفولة محمد؟ تفضل. طبعا بالبداية أقول للأخوة المتابعين أنه طبعا القصة طبيعي قدرت أحصلها من ابن كثير، بس ما حبيت أنه يعني أعرض كل شيء لأنه طويل طويل وإعادات وشغلات، فأنا نقحته. يعني المهم ما جبت شيء من عندي غير ابن كثير هو نفسه، بس شوية تشيل تصير الاحاديث فيها اعادات وشغلات غير مهمه. وابتديت من زواج عبد المطلب وعبد الله اللي صار في يوم واحد، يعني راح نذكر هاي الحادثه هنا، فنقدر نبدي من تاريخ زواجهم ولتحمنا جلدة الحنفية العظيمة. زين، طبعا مثل ما قلت لكم أول شيء نبدأ بتزويج عبد المطلب بن عبد الله من آمنة بنت وهب الزهرية. يعني راح نشوف هنا لما نبلش نقرأ راح نلاحظ أنه محمد كيف عاش طفولته والغرابة اللي كان بيها من هو الطفل إلى أن نشأ وكبر. يعني فاليوم اللي لحق عليه راح نقوله، راح نبدي من زواج والدة عبد الله، اللي يقولون والدة قسم يقولون مو والدة أصلا. راح نجي لكم ليش. المهم قال ابن إسحاق، ثم يعني أنا قبل كان أكو شغلات تخص العائلة وما أعرف شنو أنا تركتها لأن بديت من الزواج عبد المطلب. قال ابن إسحاق: ثم انصرف عبد المطلب آخذيا بيد ابني عبد الله، فمر بي فيما يزعمون على امرأة من بني أسد بن عبد العزى بن قصي، وهي أم قنال أخت ورقة بن نوفل. يعني لاحظوا أنه ورقة بن نوفل يعني يعرف محمد من الطفولة، يعني هو وبحيرة الراهب يعرفون من الطفولة. بس راح أول يوم أو الحلقة اللي بعدها راح نشوف علاقته ببحيرة هبينه. بن أسد بن العزة بن قصي، وهي عند الكعبة فنظرت إلى وجهي فقالت: أين تذهب يا عبد الله؟ قال: مع أبي. قالت: لك مثل الإبل التي نحرت عنك ووقع علي الآن. يعني فأكو أمرأة على أساس شافت نور بوجه عبد الله فرادت أنه ورادت أنه هذا النور أو البركة هاي تجي عليها هي، يعني ف
خلي هو يتزوجها إلى وينام وياها وطبر يعني، حتى يظهر نبي الزمان من عنده هي يعني عندها هي. فقال أنا مع أبي ولا أستطيع خلافه، يعني هو كان ويا عبد المطلب بل ما أقدر أعوفه، ولا أستطيع خلافه ولا فراقه. فخرج به عبد المطلب حتى أتى وهب بن أبي مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، هذا شو اسمه يعني سلسلة أجداد آمنة، وهو يومئذ السيد بني زهرة سنا وشرفا، فزوجه ابنته آمنة بنت وهب، وهي يومئذ سيدة نساء قومها، فزعموا أنه دخل عليها حين أملكها مكانه، فوقع عليها فحملت منه برسول الله صلى الله عليه وسلم. على أساس أنه هنا طبعا الحادثة مذاكرية، فأني راح أذكرها للمشاهدين، أنه عبد الله وعبد المطلب يعني أصور عبد المطلب يشوف واحدة من أقارب آمنة أو شيء بالضبط ما أتذكر، المهم يتزوجون هو وعبد عبد الله بنفس اليوم. ف وبعدين عبد الله يتوفى بعد زواجه من آمنة بست شهور، اللي أصلا تعرفوا ليش أقول لكم هالشيء. بعد ست شهور يتوفى عبد الله، وعبد المطلب يصير عنده حمزة وآمنة تصير لها محمد، بس هو طبعا بالحقيقة اسمه قثم، بس هاي محمد طبعا المنتصر هو اللي يحدد قواعد اللعبة ويحط الأسماء والتواريخ والإشادات بالقبائل والشغلات، يعني فهاي شيء معروف كل مكان، اللي يحكم هو اللي يحط التاريخ. ولده عبد المطلب صار عنده حمزة، وآمنة جابت محمد، بس الغريبة انه تزوجوا بنفس اليوم، محمد اصغر من حمزة باربع سنين، يعني اريد نعرف شلون هاي صارت، يعني هذا معناته انه محمد بقت حاملة بمحمد اربع سنين، وهذا الشيء طبعا ضد المنطق. ما غريب الشيطان يا أخي ابن كثير، يعني الإسلام طبعا فيه الحمل أربع سنوات، يعني هذا بشرع الله يعني، ولا يهمك، ما تأخذ، ما تهتم بهالنقطة كثير يعني، لأنه مثل علي جمعة هو مفتي الديار المصرية أفتى بأنه الحمل ممكن يكون أربع سنين بالضبط اقتداء بمحمد يعني. ايه بالضبط، لذلك يعني يقولون لحد اربع سنين ممكن المرأة تكون حامل، يعني حتى يشيلون الشبه عنا نهائيا، حتى قيل ثمان سنوات يعني، بس اقل شيء سمعناه انه سنتين يعني في احاديث اخرى، فهذه السنتين هو اصلا يعني اقصى حد يعني الطفل ممكن يتحمل أربعة أسابيع في إذا عبر تسعة أشهر يعني، وإلا راح يتوفون الأم والطفل يعني. إن الله قادر على كل شيء يا أبا الحكم، يعني لا تغلط في رسول الله. العلم يغلط مواني يعني، إحنا لو ما نجيب من جيبنا. والنكتة يقول علي جمعة، يقول إذا أنت بالفيديو، الصور الفيديو مشهور يعني بعض الأخوة شايفينه، علي جمعة يقول بي إذا المرة القادمة قدرت تجيب الفيديو نكون من الشاكرين أخويا جان، وأنا أقدر أوصل لك الفيديو. علي جمعة يذكر بيها أنه
إذا أي واحد يتم وحدة جار الطفل بعد سنة سنتين ثلاثة أربعة إذا اتهم بالزنا فالحكم عليه جلب. يعني هو بهذا العصر اللي عايش فيه عصر العلم والتكنولوجيا يقول أي واحد يتهم وحدة بالزنا أربع سنين يعني إذا هو شو اسمه اتهم بالباطل يعني فينجلد يعني فوقاه ينجلد يعني إذا اتهم المرأة بالزنا. المهم خلي بسرون إن شلون الحمزة أكبر من محمد أربع سنين لأنه تزوجه نفس اليوم وعبد الله توفى وهي ما تزوجت فمنين صار لها طفل؟ خلي نسألها وهي تقول الحقيقة. على كل حال وصلنا فحملت منه برسول الله صلعوم ثم خرج من عندها فأتى المرأة التي عرضت عليه ما عرض فقال لها ما لك لا تعرضين علي اليوم ما كنت عرضت بالأمس. هذا هم طلع خلبوص أبو محمد مرة ما تزوج إجا يما قال يلا شو مو وعدتيني على أساس نقضيها سوا أو نتزوج. فقالت له طارقك النور الذي كان معك بالأمس فليس لي بك حاجة. يعني ورا ما خلص شغلته من ثم آمنة عبد الله من خلص شغلته مع آمنة يعني الولد على سرائبي إذا طلعبوا يعني فإجا لف على هاي بعد جديد من الزوج لف على المرة الثانية وهي قالت له بعد ما يدك النور اللي بيك راح. هي أكيد سمعت تتزوج يعني مو النور هي كانت يمكن ما تتزوج الحكي يضحك أبوي على غيرنا. كانت تسمع من أخيها ورقة بالنوفل أي على أساس أخت ورقة بالنوفل بس اللي عرفه أني ورقة بالنوفل هو خال خديجة راح إذا وصلنا له راح نتأكد من الشيء. وكان قد تنصر واتبع الكتب إنه كائن في هذه الأمة نبي فطمعت أن يكون منها فجعله الله تعالى في أشرف عنصر وأكرم محتد وأطيب أصل كما قال نعالي تعالى يعني الله أعلم حيث يجعل رسالته الأنعام 114. وقال أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي عن عباس قال لما انطلق عبد المطلب بابنه عبد الله لزوجه مر به على كائنة من أهل تبالة متهودة قد قرأت الكتب يقال لها فاطمة بنت مرة الخصعمية فرأت نور النبوة في وجه عبد الله فقالت يا فتى هل لك أن تقع علي الآن وأعطيك ماء من الإبل. يعني هنا يعني رواية أخرى وهذه الروايات المختلفة يدل على أنه مضيعين رأسهم من رجليهم أنه يقولون عدة روايات كل رواية تختلف عن الأخرى فأعرف إذا اختلفت الروايات يعني بين الكذب يعني. ثم مضى مع أبيه فزوجه آمنة بنت وهب فقام عندها ثلاثا ثم إن نفسه دعته إلى ما دعته إليه الكاهنة فأتاها يعني إنها شو اسمه نفسه ما دعت إليه يعني يريد ينام ويا لا زواج ولا شيء. من كلام هذا مبين أنه اشتهاه يعني ما صنعت بعدي فأخبرها فقالت والله ما إنها بصاحبة ريبة ولكني رأيت في وجهك نورا فأردت أن يكون فيا وأبى الله ألا يجعله حيث أراد. يعني قالت له روح اقلب بعد ماكو عندك نور بس اللي عرفه اني انه خبره انه تزوج خلاص هي بعد ما تريد شو تسوي فيه اذا تزوج بعد شو تسوي فيه هي تريد تزوج كانت. قبل امين كان عندهم يعني عادات وتقاليد جميله انه يعني ما يتزوجون اكثر من واحده ممكن اني يعاشرون او شيء بس ما كان عندهم انه يعني مثل المسلمين انه مسموح لثلاثه واربعه وما عدا رسولهم
أحدث ولا حرج بدون عدد يعني. وروى الإمام أبو نعيم الحافظ في كتاب الدلائل النبوة من طريق يعقوب بن محمد زهري عن ابن عباس قال إن عبد المطلب قدم اليمن في رحلة الشتاء فنزل على حبر من اليهود فقال لي رجل أهل الديور يعني أهل الكتاب: يا عبد المطلب أتأذن لي أن أنظر إلى بعضك؟ قال: نعم إذا لم يكن عورة. قال: ففتح إحدى منخري فنظر فيه ليش مناخير ليش بعضي ضام بصاروخ وشنو فتح إحدى منخري نعم إحدى منخري هناك إحدى منخري يعني مناخيره يعني فاتح وحدة تفتيش يشوف بي صواريخ ولا ثم نظر في الآخر فنظر فيه ثم نظر في الآخر فقال: أشهد أن في إحدى يديك ملكا وفي الأخرى نبوة. زي ليش بوعد من خلا يعني من أخير يعني ما أفهم. يقول له بإيدك أكون ملك وإيدك الأخ نبوة يعني بس يفهمنا هذا الذكي ليش النبوة مكتوبة بمناخيرة يعني بالمخاط مكتوب مثلا لو بالشعر اللي قريب على الفكر الإسلامي يعني إذا الشفاء ببول البعير فالنبوة أكيد في المناخير وممكن يكون في فتحات أخرى يعني الله أعلم. طبعا طبعا راح نشوف العجب بسيرة العطرة يعني. وإنا نجد ذلك في بني زهرة فكيف ذلك؟ طبعا شوفوا يحاولون هنا يطلعوا لك قريش وبنو هاشم من يعني أشرف الناس من أعز الناس من يعني كل القوة والسمعة وال يعني كرم كله راح تلقيه بالبنو هاشم أو بنو زهرة يعني كلهم تابعين لبعض يعني. فهنا تشوف التمجيد من البداية شلون يمجدون لمحمد. طبعا هذا الكلام كله كان ما موجود قبل ما محمد يستلم النبوة بالانتخابات. قال: وإنا نجد ذلك في بني زهرة فكيف ذلك؟ قلت: لا أدري. قال: هل لك من شاغة؟ قلت: وما الشاغة؟ قال: زوجة. الشاغة صارت زوجة يا أبا. قلت: أما اليوم فلا. قال: فإن رجعت فتزوج فيهم. يعني قالوا عبد المطلب تزوج. رجع عبد المطلب فتزوج هالة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة فولدت حمزة وصفية ثم تزوج عبد الله ابن عبد المطلب ماكو ثم أنا اللي عرفه بليلة واحدة تزوجه وأكو أقوال عليه يعني. ثم تزوج عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب فولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قريش حين تزوج عبد الله بآمنة فلج أي فاز وغلب عبد الله على أبي عبد المطلب. طبعا شرحنا القصة إنه شلون حمزة أكبر من محمد بكي يفسر لنا إياه شلون دبروا هاي. وصلنا إلى باب مولده مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد صلواته هاي نقطة مهمة يا ريت تشرح لنا شرح كيف ولادته. أنا اللي بعرفه إنه نور ضرب عند الفرس وعند الروم يعني وصل نور جاي هذا كله جاي هذا يسموه صفة مولدي يعني والأحداث اللي صارت بها موجودة كلها موجودة أنا أخذتها بالتسلسل من ابن كثير يعني راح يجي كل شيء. ولد صلوات وقلدة الحنفية والسلام عليه يوم الاثنين لما رواه مسلم في صحيحه من حديث غيلان بن جرير
يعني هنا يقول لك يا يوم مولود، فمأكدين على هالشيء. بن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة أن أعرابي قال يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ فقال ذاك اليوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. شلون يعني أنت تتذكر يوم ولادتك؟ يعني أنت سألتهم طبعا قبل ما تصير 6 سنين مستحيل تسأل سؤال زين، ورا 6 سنين سألتهم أنت أنا يا يوم ولدت؟ بضميرك عقلك شلون يقبل يا مسلم انه يتذكر يا يوم اثنين شال ثلاثة؟ واحد ما يعرف بارحة شكل يتذكر محمد ولد يوم شو اسمه يوم اثنين؟ هو هاي كرامات الانبياء يا كثير. طبعا طبعا في محمد كرامات كل شوية، وصل حتى بين فرج امه صراحة شوف. فقال ذلك يوم ولدت وفيه وأنزل علي فيه. وقال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود عن عباس بن عباس قال ولد رسول الله صلعا يوم الاثنين واستنبأ يوم الاثنين وخرج مهاجرا مكة إلى المدينة يوم الاثنين. شو رتب أكو يذكرني هالشيء؟ اكو فيلم اسمه اسماعيل ياسين في الجيش، اسماعيل ياسين بالطيران، اسماعيل ياسين في متحف الشمع، كل اسماعيل ياسين. هذا غريب انه ما قدسوا يوم الاثنين بدل يوم الجمعه يعني. اي طبعا لا هم شوف قصه الجمعه جان، هم يعرفون انه الاحد عيد اليهوديه والسبت عيد لا عفوا السبت عيد اليهوديه يهودية والأحد، فهم اختاروا يوم من الأيام حتى ما كان اسمه جمعة. أحد الصحابة يعني اقترح قال نسميه يوم جمعة لأنه جامع لنا يعني على أساس يجمعنا مع بعض. فالرواية تقول إنه اختاروا هذا اليوم، يعني اختاروا يوم لازق بهالأيام، ما اختاروا نص الاسبوع لا. هو الفكره انه اظن الفكره انه اذا بده يختار التنين بده يجي بعد عطله اليهود والمسيحيه، فاختار اليوم اللي قبل اليهود والمسيحيين مشان يكون صفر يعني. ممكن فيها وجهه نظر صحيحه انه الجمعه قبل السبت والاحد، صح ممكن هذا الشيء يكون صحيح يعني. المهم يعني اختار ما اختار نص الاسبوع لانه ما راح ينعرف منه الاول منه الاخير، فهو لزق سواه قبلهم بيومين يعني. طبعا هو يدري يعني عطلة اليهود السبت وعطلة المسيحيين الأحد، فقال لك أنا يمينا شو اسمه أجيب قبلهم بيوم. ويعني طبعا هو يقرأ كتب، مو يقرأ يعني يقرأ له كتب اليهود والمسيحيين وحتى كتب أخرى و قصص وإسرائيليات أخرى يعني كان يقرأ. يقول مهاجرا من مكة المدينة يوم الاثنين وقدم المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين، تفرد بي أحمد يوم الاثنين. كان هيك عيد الحلاقين يوم الاثنين. أيوة مشان هيك يعني اللي كان لازم يسمي واحد من أولاده اثنين حتى لو كانت مرأة. ليش صحيح ليش كان يصير عنده أولاد وكانوا يموتوا يعني؟ أنا ما أعرف يعني كان يسمون حتى ما شو اسمه ما ينافسوا على النبوءة. كان يموتوا يوم الاثنين أكيد. يولدوا الاثنين يموتوا الاثنين. الأولاد ما لهم ذنب، بس حتى يعني فيها شك إنه أولاده إنه يقال انه يعني وما يخلف يعني، فالادعاءات كلها يعني. على كل حال خصوصا انه خديجة يعني تزوجها هي 40 سنة يعني، منين لحقت هالقد اطفال تجي؟ بس هاي طبعا على قولتك بركات جلدة الحنفية، بركات ربه يعني كان يساعده كل شيء. ورواه عمر بن مكير عن ابن لهيعة وزاد نزلت سورة المائدة يوم الاثنين
طبعا هذا اللي جاي قال لك يا عشر اللي موجود، يعني كل كلام فارغ وطويل عريض، والله شنو كل شيء عنده يوم الاثنين مهم يعني، فأني اختصرته. المهم بعدين نزلت سورة المائدة يوم الاثنين، اليوم أكملت لكم دينكم. وهكذا رواه بعضهم عن موسى بن داود به وزاد أيضا وكانت وقعت بدر، قال ابن عساكر والمحفوظ إن بدرا ونزول اليوم أكملت لكم دينكم يوم الجمعة، وصدق ابن عساكر. يعني على أساس نزل عليه الاثنين، وآخر آية اليوم أكملت لكم دينكم يعني على أساس يوم الجمعة صارت، يعني على أساس مثل ما بقولوا الإنجليز Monday to Friday. أي طبعا أي صح، دوام من الاثنين إلى الجمعة يعني، فهو بدأ بالاثنين وأنهى بالجمعة يعني. وصدق ابن عساكر، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم قوي إيمانكم فلتحميكم جلدة العنفية. وهكذا روى من غير هذا الوجه عن ابن عباس أنه ولد يوم الاثنين، وهذا ما لا خلاف فيه. يعني خلص تعرفون بالتواريخ، إذا أنتم كنتوا تعرفون بالتواريخ ما كنتوا تخلون الحساب التاريخ القمري. أكو واحد عاقلي يحط تاريخ قمري على جسمه، كل سنة يتبدل 10 إلى 12 يوم، وصير هاي. وهكذا روي من غير هذا الوجه عن ابن عباس أنه ولد يوم الاثنين، وهذا ما لا خلاف فيه أنه ولد صلعم يوم الاثنين. وأبعد بل أخطأ من قال ولد يوم الجمعة، 17 خلت من ربيع الأول، نقله الحافظ ابن دحية فيما قرأه في كتاب إعلام الروي بإعلام الهدى لبعض الشيعة. ألا تهتمون الشيعة؟ قايلين الشيعة كفرة أنتوا الحلوين يعني. هذا حتى أنه عن ولادة يا يام كان، وما أعرف ليش يهتمون للشيء هذا يعني، وإذا تولد اثنين أو ثلاثة وأربعة مثل ما يقول اسمه لا شلون يقول مثلا، مو هذا يقول لك يعني مقدمة كان على أساس حسب ما يدعون زين، لكن أفعاله كلها كانت جرائم يعني. هنا وصلنا إلى صفة مولوده اللا شريف عليه اللعنة. قد تقدم أن عبد المطلب لما يحكي عن يعني شلون إجا هذا، لما ذبح تلك الإبل الماء عن ولدي عبد الله حين كان نذر ذبحه، فسلمه الله تعالى لما كان قدر في الأزل من ظهور النبي الأمي الصلعومي وخاتم الرسل وسيد ولد آدم من صلبه، فذهب كما تقدم فزوجه أشرف عقيلة في قريش، يعني سواها أشرف وحدة آمنة اللي جابت محمد بعد 4 سنين، واللي دبته على ناس يربوه طلع الشريف هاي، مو أشرف عقيلة في قريش، آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زارة بن زهرية، فحين دخل بها وأفضى إليها حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما أعرف منين يعني ما يستحون على نفسه يقول أشرف الجسمة، كان على الأقل يسكتون. وقد كانت أم قتال رقيقة بنت نوفل أخت ورقة بن نوفل، توسمت ما كان بين عيني عبد الله قبل أن يجامع آمنة من النور. هاي الأخت ورقة على أساس بن نوفل اللي رادت الزواج عبد الله وبقيت النور طالع من طيزة. وودت أن يكون ذلك منتصرا بها لما كانت تسمع من أخيها من البشارات بوجود محمد صلعومي، وإنه قد أزف زمانه، فعرضت نفسها عليه. هذا يعني نعاد هذا الكلام. ما راح
قال انه نفس شو اسمه اعاده هذا قد اختصرت منه وبعد كل اعادات. فامتنع عليها، فلما انتقل ذلك النور البار الى امن بمواقعته واياه كانه تندم على ما كانت عرض عليه قرينا هذا. وقد تقدم الحديث مروي عن طريق جيد انه قال عليه اللحمه ولدت من نكاح لا من سفاح. الاساس يفتخر انه ما جاي من سفاح، جاي من زواج. يعني انت شو بعرفك، انت اصلا عايفينك وانت صغير 100 واحد مربيك، لا ابوك مربيك لا امك مربيك مربيتك، ما تقول لي شلون تعرف كل شيء المعلومات. هو فيه عقدة نقص يعني بيحاول يبرز العكس. طبعا طبعا انا حتى على ختانه يقول الله ختني حتى لا احد يشوف سوءتي، يعني لا احد يشوف بلبوله مثل ما يقول، على اساس انه انه هو يعني ما حد يقدر يكشف عليه، حتى الملائكه يقدروا يشوفون عنه. يعني كلام فارغ، حتى لما ما تغسله صحيح جان، ليش ما حد مطلع على بلبولته حتى لما يشخ يقعد ويشخ. بسموها العده، يعني العده بتاعته اذا كان موجوده اصلا، يعني ما بعرف. لا ويقول لك انه مختون جاهز يعني من الفابريكا، يعني من الشركه نازل مختون كان يعني. فيقول على اساس ملائكة خاتمين، وحتى لما توفى ما قبل احد يصلخ او يغسله، بملابسه غسله. طبعا هو مأمل ما يهمه، مقمل حتى لما يموت ما غسله مثل الاوادم، يعني لو يغسله بالتيزاب ما يفيد، ريحته طالعه طالعه. وقد تقدم الحديث المروي من طريق جيد انه قال عليه اللحمه ولدت من كعلة من صباح، والمقصود ان امه حين حملت به توفي ابوه عبد الله وهو حمل في بطن امه على المشهور، يعني على اساس انه هذا قصده. قال محمد بن سعد عن عبد الرحمن بن ابي صعصع صعصع قال خرج عبد الله بن عبد المطلب الى الشام الى غزه في عير من عيران قريش، يعني الصور العير يصير شو اسمه التجاره، يحملونه تجارات، ففزعوا من تجارتهم ثم انصرفوا، فمروا بمدينته وعبد الله بن عبد المطلب يومئذ مريض. بعد ايش تتزوج؟ اذا ورث 6 أشهر مثل ما تقول لي سلمت النمر بسرعه. فقال أتخلف عند أخوالي بني عدي بن نجار، فقام عنده مريضا شهرا ومضى أصحابه فقدموا مكة، فسلم عبد المطلب عن ابني عبد الله فقالوا خلفناه عند أخوالي بني عدي بن النجار وهو مريض، فبعث إلي عبد المطلب أكبر ولده الحارث، وجده قد توفي ودفن في دار النابغة، فرجع إلى أبيه فأخبره، فوجد عليه عبد المطلب أخوته وخواته وجدا شديدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حمل، يعني توفى، ويعني أبوه توفى وبعد بطن أمه، بس راح يطول بطن أمه، يجي جاهز على كي جي وان، يجي أول ما يطلع يروح على كي جي وان عمره 4 سنين. يومئذ حمل ولعبد الله بن عبد المطلب يوم توفي 25 سنة. يعني عبد الله لما توفى كان عمره 25 سنة. قال الواقدي هذا هو أثبت الأقاويل في وفاة عبد الله وسنه عندنا، على أساس هي صح الأحاديث عن وفاته. قال الواقدي وحدثني معمر عن الزهري ان عبد المطلب بعث عبد الله الى المدينه يمتار لهم تمرأ فمات. قال مهمين تقريبا اعاده هذا، هنا يقول روايه اخرى عمره 28 سنه وشهر، قيل 7 أشهر. المهم
المهم ان اثبات انه على اساس كان امه حامي بي وتوفى عبد الله. وقال الزبير حدثني محمد بن حسن عبد السلام عن ابن خربود غير اسم هذا قال توفي عبد الله بالمدينة ورسول الله صلعومي ابن شهرين وماتت أمه وهو ابن 4 سنين وماتت جده وهو ابن 8 سنين فأوصى به إلى عمي أبي طالب. بس أكو روايات تقول إنه أمه توفت وهو عنده 6 سنين وما أدري ليش ما يغلطون بالسنين ما يعرفون يعدون يعني يأخذون الجوجل ويسجلوه بالكمبيوتر كان ما راح يضيع شيء. وقد تقدم في الحديث ورؤيا أمي الذي رأت حين حمل به كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. طبعا هاي النكتة أنت سألتني عنها إنه على أساس يوم اللي صلعومي إجا للدنيا طلع نور من البتاع بتاعها يعني وصل الكهرباء لحد قصور الشام ولحد البصرة عمينا كان موزع يعني. شوف سوى النور اطلع لما ولد شو رأيك نشوف النور ونشوف الحادثة بذاتها بشكل صورة هي موجودة راح تجي لي قدام بس راح اقرأها بس حبيت يعني أنطي فكرة للأخوان المشاهدين إنه على أساس لما ولدت آمنة يعني هذا الضوء توزع بكل مكان كهرباء بعد ما احتاجه بذاك الأيام توزع وصل للشام وقصور الشام وصل إلى حدود البصرة بالعراق يعني كان موزع يمين وشمال ما وصل لأثيوبيا يعني وصل لأثيوبيا شيء ما لا أنا ما قرأ كان متجه اتجاه الشمال يعني فقط هو راح التفاصيل بهذا راح نقرأ خلينا نشوف أمه وين كانت حيطة الاتجاه الصاروخ يضرب حتى يصير اتجاه الشمال خلينا نشوف الصورة هاي سوا أصدقائي نشوف نور محمد إلى أين وصل طبعا مثل ما احنا شايفين ولادة محمد الله من فوق واقف عم بيطلع ومرت الله كمان عم بتطلع وشايفين محمد كيف فرحان النور الذي خرج من فرج آمنة أضاء قصور بصرة والشام يعني ما ضرب على الجنوب كله كان الصاروخ ضرب على الشمال لا فاتحة رجليه ولابسة الحجاب لا أنا شفت وايد صور يعني النساء لابسات حجاب وفعلا لابسات قصير يعني انا استغرب من هذا الشيء شلون يعني يدبروا هاي الشعر الرجل مهم له الشعر سويت انا فيديو بهالمناسبه بصراحه في ناس قالوا فوتوشوب يعني كيف فوتوشوب هاي من الحياه الواقعيه مصورين بالشوارع يعني ما اظن فوتوشوب الفوتوشوب بيكون غير هيك يعني في وانا شايف ام عيني يعني شايف نساء نصكن ولابسين حجاب فشيء طبيعي يعني بيقول فوتوشوب لا يا اخي مو فوتوشوب تفضل اخي ابن كثير انا بالمانيا شفت وحده يعني كنت اروح عند الدكتور الاقيها يعني لابسه حجاب بس لابسه نصكم ونصكم شو يعني تقريبا واصل لي بو يعني كنت بدي مره اسالها منين شلون دبرتيها يعني بعدين قلت شعله يعني هالشيء مو فوتوشوب حقيقي وحتى لما يلبسون الحجاب اكو لقطات نشوفها يعني اثدائهم من بين النسوان ومن ورا كل شيء مبين حتى ما يلبسون يعني ملابس داخليه يعني بالضبط يعني شفنا كثير يعني نحن نشوفهم هون خصوصا باوروبا يعني بتشوفهم باشكال عجيبه يا رجل يعني بساووا اكثر من الاوروبيات ولكن بس الحجاب اهم شيء الحجاب لك ما انتم صيانكم كلها مبينه يعني شو وين رايحين انتم بالطوشه انت شفت الصوره اللي لما صوره وحده المنقبه قاعده تشرب
فالتعليق كاتبين يعني احلى شيء انه الملائكه راح يسجدون الذنب ضد مجهود. بالفعل بالفعل المنقبه ما راح يعرفون منه. بالضبط. فالذنوب ضد مجهول، فالله اكيد الله بهالغباء هذا، هو طبعا غبي الى ابعد الحدود، حتى يحط مراقبين على الشمال وعلى اليمين. يعني الله اذا بده يعرف ضروري يكون في عنده مخابرات. يعني فكره المخابرات هي فكره الهيه بحته، يعني كل واحد في عنده اثنين يراقبوه، مخابرات عم بستنوك على التكه. يعني اذا الله بده يعرف، يعني هل الله عاجز انه يعرف بدون ما يجند مخابرات لحتى يراقبوا الناس؟ اصحوا اصحوا يا بشر، اصحوا اصحوا اصحوا، فتحوا عقولكم النائمه. تفضل تفضل ابو كثير. وفي شيء ثاني، انه ليش يسجدوا بورقه وقلم؟ يعني ما يعرفوا يعني في ايباد وفي كمبيوتر، يعني احنا اشطر من ملائكه الله يعني. لا ابو مين قال لك ورقه وقلم كانوا يسجدوا بالريشه؟ لا، وقال لك بالجنه في خيام، يعني حتى ما شايف ما شايف امريكا والقصور اللي فيها اللي ناطحات السحاب اللي تضرب بالسحاب. يعني ولدان بخيمه، فالزلمه يعني شو ما بيعرف، لو يعرف كان قال والله اعلى طابق في ناطحات السحاب، يعني بتقعد قصرك بتشوف الفيو اللي قدامك يعني. بس ما كان في، قال لك خيمه، يلا خيمه مثل اللؤلؤ، يعني محفوره باللؤلؤ. يعني شوف العقليه اللي ما عندها شيء ترغبه، يعني مثلا الصحراويين هذول ما عندهم المي والخضار وال هل الاشياء الطبيعيه، فارض صحراء، فشو بده يعدن محمد بالخضار وبالماء وبالماء العذب طبعا، لانه كان ماء عسل مدوده، الماء اللي كان عندهم اغلبها مدوده يعني، فكان وعدهم بالماء العذب. يعني انا هلا مثلا اقول للشباب تعوا انا بوعدكم بالجنه فيها مي عذب. ايه والعسل، الاشياء اللي والعسل بعضهم صار. انت تدري يعني اعطيك نصيحه، اذا تريد تدخل الجنه انا اعلمك كيف تدخل الجنه. ادفع لك كم قرش للملائكه اللي على الشمال ويمشي الحال، ما خصك بعد، ويسجل لك ويسجل صفر لا شيء، كان اطهر الطاهرين. واليمين توصى بي كمان شوي وخلص، ولا يهمك. بقمه الغباء يعني انه الله يحط لك اثنين يراقبوك. طيب هو اذا يعلم بكل شيء، شو ضروره انه يحط لك اثنين يراقبوك؟ يعني فكروا يا جماعه، فكروا شوي، فكروا، فتحوا العقول هي المغلقه. طبيعي. اذا عندك جان تفتح سكايب او شيء براحتك يعني. طيب عكس انا راح افتح سكايب، بس خلينا ناخذ شويه شوف اسئله او شيء من هالقبيل. انا بصراحه سكرت الصفحه دقيقه واحده. في اصدقاء في عندهم شويه اسئله اظن، يعني اعتقد يلا يا يوتيوب. هل بقي محمد 4 سنوات في بطن أمه؟ هي أمل عم تسأل. حقيقي هاي حكينا عن أنه زوجوا مع بعض عبد الله وعبد المطلب، يعني الأب والابن، والأبو محمد توفى بعد 6 أشهر، فإجا 4 سنين بعد حمزة. يعني حمزة أكبر محمد 4 سنين. لو تفسر لنا اياها آمنة، يعني شلون دبرت هاي يعني. قطرات الجلدة عليكم أجمعين، هذا من معروف المجهول. نافورة الحنفية عليك يا معروف. يا قوم لا تتكلموا، إن الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم. هذا عبد الجلدة عبد الصنبور. معالم الإجرام واضحة منذ الطفولة، أكيد سيد عبد الجلدة عبد الصنبور، يعني بكل تأكيد. عم في
في خالد العربي، انا بدي اعمل لك بلوك خالد العربي اذا بدك تتم تكتب التعليق التافه مثل حكايتك. يعني كل تعليق، كل مره بيكتب تعريف الدوره الشهريه. يعني شو انت مثل نبيك مهووس بالدوره الشهريه يا خالد العربي؟ طبعا في الاخ شورو عم بيقول شورو انا في الدوله اسم الاسلام ولكن كثير. اخ كربين انا لا اريد تسمع الصوت ان تسمع صوت الله اكبر لاين. بصراحه انا ما فهمت شيء من حكيك وعم تقول لي بس اريد الاجوبه. اجوبه عن شو ما فهمت؟ يعني هذا سؤال مهم وخطر، يمكنك تزويدنا بأي معلومات متوفرة لديك عن هذا الموضوع؟ شو السؤال؟ من هو الأب الحقيقي لمحمد؟ يعني بصراحة هو مو معروف، يعني يا ريت ما عندنا احنا معلومات، بس نعرف أكيد 100% أنه هو ابن حرام. يعني هذا متأكدين منه يعني مثلا بالدليل والبرهان، يعني أنه كيف 4 سنوات بقت يعني بقت حامل. يعني فالعلم اثبت انه خلص ما شيء مستحيل، حتى 10 اشهر شبه مستحيل. يعني فكيف بيجيب اي دكتور؟ تريد تجيب دكتور كافر مسلم يقول له الحمل ايش قد؟ يقول لك 9 اشهر خلاص ما بيها مجال. فكانوا بعض الصحابه يروحون الحروب يرجعون يقول زوجاتهم جايبين اطفال، يعني ثاني سنه ثالث سنه جايبينهم فرحانين انه هذا هذا ابنهم. يعني هذا شيء متعارف عليه بكل المنطقه العربيه. يعني فمحمد دائما يطلع بهم كان شتمه، والشباب اللي موجودين ما راحوا الجهاد كان يعني يقومون بالواجب ويا النساء الاخرين. يعني وحتى يقول لك اتصور انت ذكر سمعت مره قال علي جمعه نفسه بالفيديو، اذا حبيت تجيبه بالفيديو يقول اذا انت تريد تروح للبيت ترجع من الغزوه اعطي خبر دس خبر لزوجتك انه انت جاي. يعني حتى بلسانه يقول علي جمعه يمكن في شاب جوا مع زوجتك خليها تروح حتى ما تضطر تطلق مرتك. بالضبط يعني انا شفت الفيديو هذا بام عيني وسمعته باذني. يعني عم بيقول اذا يعني حتى اذا في رجل اخر في مع زوجتك حتى ما يصير مفاسد وما تضطر تطلق مرتك فاتصل فيها تليفون. يا اخي انت جاي مثلا من، وعم بحكي يعني اذا جاي مثلا من الخليج او شيء نزلت بالمطار بالقاهره قبل ما تروح تاخذ تاكسي وتروح على بيتك اتصل فيها قال يا مره انا جاي. فتصور الاسلام جعل من الانسان انسان ديوس، تعرفوا الديوس القواد اللي لا يغار على عرضه على شرفه. طبعا يعني هل من المعقول بهاي التاريخ كلياته هاي الأطباء هاي العلماء هاي كل البشرية، هل من المعقول يا جماعة يا هو يا ناس إنه امرأة تم حامل 4 سنوات فقط ليبرئوا محمد ويقولوا إنه يطالعوا بريء وما هو ابن زنا؟ يعني طبعا أنا بالنسبة لي ما بتفرق إذا كان ابن سفاح ولا نكاح ولا زواج، هاي ما هو مشكلتي. على كل في معنى اتصال من ران. الو سلامات عليك. اهلا سلامات. اهلا تحية من المانيا. اهلا وسهلا رانيا. أهلا. انا رانيا انا من الجزائر. اهلا رانيا تفضلي. انا ما عندي حتى فكره هل انتم عم تعملوا فيديو ولا شو؟ نحن على الهواء مباشرة بس صورتك ما يطلع ولا يهمك. صوتي طالع. صوتك طالع نعم تفضلي.
نحن موضوعنا كان عن حياة محمد بصراحة، وهي البداية الحلقة الأولى عن طفولة محمد. فكنا عم نحكي إنه موضوع محمد بقي ببطن أمه 4 سنوات. شو تعليقك على هل من المعقول راني إنه إنسان يبقى في بطن أمه 4 سنوات؟ أنا نحب نقول حاجة واحدة، إنه كل المعلومات اللي بتقال عن محمد اللي بتدرس في المدارس، يعني في الدول الإسلامية كلها، أولها الجزائر، مش أولها ولكن واحدة منها الجزائر، يدرسونا حاجات يعني غير منطقية، يقولون إنه محمد ريحة عرق وهي ريحة مسك، يعني أشياء بتضحك، يعني ما عندهاش أي أساس من المنطق. شو طفل يعني أي مسلم عايش اليوم على وجه الأرض في أي مكان في العالم، حتى في السعودية ما يهم في أي مكان، تقول له أنه طفل يعني منطقيا يمكن يبقى في بطن أمه 4 سنوات؟ يعني هاي شو هاي، يعني نكتة ولا شو هي؟ يعني طب مانيش فاهمة وش هي. على العموم للأسف أخت رانيا، شيء مضحك يعني أنه المسلم مغيب إلى أبعد الحدود حتى يصدق الشيء اللي الطفل ما ممكن يصدقه. يعني شفنا أنا أحب نضيف أنه المسلم يعيش في منظومة، في مؤسسة، في المؤسسة الدينية اللي كما نقولوا كنترول، يعني تتحكم في أفكاره من هو طفل، تتحكم في حياته، تتحكم في كل شيء في المستقبل فيه. يعني منظومة تقول له لو أنك فكرت أنك تقول أي كلمة تموت، يعني ما فيهاش كلمة، يعني صحيح. الملايين كل في قلبهم، في ملايين صدقني، في أكثر من ملايين، في ناس يعني يصدقوا نص ونص ما يصدقوا، بس ما يقدروش، يعني في ناس توصل تقرأ تطلع وتوصل للإلحاد بس ما تقدرش تقول هذا الشيء، وفي ناس يعني تقرأ الإسلام بس ما تحبش تصدق وش مكتوب فيه، فهمني؟ صحيح. نص ملحدة نص مدينة، ولو حبيت تعمل معه نقاش تقول لك أنا بصدق هذه أنه في إله بس ما بصدق أنه محمد هيك عمل هيك وعمل. يعني منظومة متكاملة تعمل إرهاب على الناس كلهم، ما تخليهم يقولوا أي شيء ضد أي شيء. يعني طبعاً بالضبط. رانيا شو رأيك، بهذا الشخص اللي رجع من الحج وقتل إنسان بشان لأنه نصر، هو ما رسم الصورة ولكن هو نشر الصورة بالفيسبوك عنده، يعني شو رأيك بهالشخصية هاي اللي المجرم اللي قتلت ناهض؟ هاي دي حاجة طبيعية، لأنه يعني الناس المسلمين كلهم عندهم القدرة أنهم يوصلوا يقتلوا، ما فيهاش يعني سؤال، لأنه هذا الشيء اللي يؤمنوا به لو وصلوا تعمقوا في هذا الدين يعني وأمنوا بمحمد حيقتلوا، ما فيهاش أي يعني أي سؤال. صحيح. لو واحد وصل صار متدين حيوصل يقرأ وش هو محمد وش هو الدين الإسلامي وش هو القرآن، لأن المسلمين كلهم ما همش قارين وش مكتوب في القرآن نفسه، ما يقراوه. يعني أنا نوصل نعمل يعني مناظرة مع أصدقائي المسلمين اللي تلقاهم هنا في طبعا في أوروبا، يعني خارج العالم العربي، لأنه أنا ما كنت في العالم العربي ما كنتش نتجرأ نتكلم مع أي واحد، مع أي حد، لأنه بخاف على نفسي لو يعني جبت هذا الموضوع مع أي شخص، أخاف إنه أضطهد، يعني أدخل حبس، أقتل، مانيش عارفة وش يصير علي. ولكن لما عدت في الخارج في أوروبا ما عادش عندي هذا الخوف، كنت مع المسلمين ناقشهم في عقيدتهم، وصل مع يعني أصدقاء قراب لي، ناس طيبين وكل شيء، ناقشهم في الموضوع يقولوا لي أنا ما بؤمن في السيرة النبوية وفي كل التفاصيل، أنا بؤمن بس بالقرآن. طيب نقول ما فيش مشكلة، ما كان حتى مشكلة، القرآن نفسه مكتوب فيه هيك وهيك، يقولوا لي لا مش مكتوب فيه حتى شيء، القرآن وفي سورة التوبة، ما عرفش أنا ما بؤمنش بسورة التوبة،
يعني اي شيء تجيبه لهم يقولوا لك لا لا. صحيح صحيح. شو هيدي مثلا وش بصوت الطبع؟ يعني انت نفسك كيف اقول لك؟ وشو المشكله؟ هم ما يحبوش يستعرفوا مش مكتوب في القران، هذه هي مشكلتهم. هم الخوف، الخوف مأثر عليهم كثير اختي، الخوف. لا لا مش غير الخوف، في ناس اللي يوصلوا يلحقوا هو الخوف هو اللي ما يخليهمش يتكلموا في اي موضوع، ولكن المؤمنون نفسهم لو واجهتهم بالحقيقه مش حيقولوا لك لا لا مش موجود هذا الموضوع في القران، لانه هم نفسهم مش قارئين القران. القران تواثور بصح اي مسلم اليوم في العالم العربي، انا ما بتكلم عن العرب، انا نتكلم مع الناس اللي عايشين في شمال افريقيا، يعني اللي بعرفهم جدا يعني بصفه خاصه جزائريين، ما عندهمش حتى فكره شو مكتوب في الكتاب نفسه، ما عندهم حتى فكره، ما بيقروا. هاد الناس يؤمنون بالوراثة، حد قال هيك الإمام يقول هيك، هذا هو صحيح، ما يقرأ ولا شيء، هذه أمة لا تقرأ، هذا هو مشكلة الجهل، الجهل صحيح. الجهل بإسلام نفسه، بالقرآن نفسه، ما بس أنا ما نحبطكش على لا السيرة ولا على التفسير، أنا على القرآن. صحيح. هاد الناس لا تقرأ القرآن، ما عندهم حتى فكرة شو مش مكتوب في القرآن نفسه. لا لا ولا يهمك، بس القطة اللي مرقت من أمامي كثير حلوة القطة. أنا نحب القطط كثير ونحب الحيوانات والحياة كلها بحب. أكيد أكيد بشكل. ومثل ما بقولوا الحياة تستاهل تنحب، ونحن أصلا هون حتى نحب الحياة يعني، وحتى نعطي للحياة حياة أخرى. على كل حال أنا بشكرك كثير رانيا على الاتصال الجميل هذا، وبتمنى ألقاك في مشاركات أخرى يعني جاية قادمة. أتمنى أعمل معك حلقة ولا أي شيء. تمام تمام رانيا، تسلمي. على كل حال أنا راح أتصل فيك بعد البرنامج مباشرة، راح أتصل فيك وممكن نتفق على حلقة، ما في أي مشكلة. طبعا نتشرف الموضوع. الشرف لي أختي، الشرف لي. شكرا رانيا، شكرا. مع السلامة. مع السلامة. حكمة، شو تعقيبك على كلام الأخت رانيا؟ تفضل. طبيعي يعني، هي الأخت رانيا مثل بقية النساء المسلمات، إنه يعني أولاً أنا فرحان جداً إنه ظهرت واتصلت وأظهرت الشجاعة، وجاي نلاحظ إنه النساء صاروا أجرى من قبل، وهذا شيء مفرح جداً، انه لانه هم نص المجتمع، احنا ما نعتبرهم ناقصات عقل ودين مثل المسلمين، نعتبرهم يعني مثل الرجل يعني، ما تفرق، هي الرئيسه، هي الام، هي الاخت، هي الحبيبه، هي كل شيء، هي العامله، هي الدكتوره، هي الرئيس، يعني كل شيء يعني موجوده في كل نواحي الحياه، هي رائده الفضاء. فيعني افرح انه يطلعون نساء ويحجون، وكلامها عن المجتمع كله نفس الشيء، احنا جاي مثل ما يقولنا نتكاثر ولا نكثر، يعني المسلمين يولد مطبوع عليه مسلم بينما هو لا ولا يعرف اي شيء عن الاسلام، يمكن يكون ملحد لا ديني علماني، يكون اتجاهات اخرى، لكنهم ما يقدرون يحجون علني، خصوصا النساء، لان السيطرة عليهم تكون اسهل للنساء، فيخافوا انه يجروا وبالخفاء الاسئلة تبقى في رؤوسهم ولا اجوبة يعني. اكيد اكيد حكمة، اكيد. اصدقائي انا بقى فتحت السكايب طبعا مثل ما شايفين، والصديق حازم اظن اتصل فينا، كانت الأخت رانيا عم تحكي، فبتمنى أنه رجعت اتصلت فيك حازم، ما جاوبني، يا ريت إذا بدك تتصل عشان تشارك بالبرنامج. طبعا أصدقائي بعد 3 ساعات أو ساعتين من الآن راح يكون معنا الأخ نيروز في حلقة عن موضوع الأكراد، شعب وتاريخ، يعني أنا بتمنى منكم تتابعونا لانه موضوع كثير مهم، يعني موضوع الاكراد، وفي كثير ناس ما بيعرفوا مين هن الاكراد ومين هن، شو تاريخ الاكراد، ما بيعرفوا غير الاسم عن الاكراد، وانه
كردستان بدها تنفصل الانفصاليين الأكراد هذول اللي لا يخافون الله، يعني هذا بيعفو عن الأكراد كل شيء. وطبعا يوم السبت القادم كمان راح يكون معنا الأخ كريم العبيدي في سلسلة بصراحة عن الأمازيغ، حتى الإنسان المتكلم باللغة العربية خصوصا الشرقيين، يعني من المنطقة الشرقية من سوريا، بلاد الشام، بلاد العراق وشبه الجزيرة العربية ومصر، يعني انه يعرفوا شيء عن الأمازيغ، من هم الأمازيغ، شو ثقافة الأمازيغ، شو تاريخهم، شو يعني على الأقل فكرة بسيطة يعني نقدر نطرحها، نقدر نساهم في توعية الناس بهالشعوب هي المقهورة اللي قهرها الاحتلال الإسلامي البغيض للأسف الشديد الصحراوي اللي ما عرف يعمر حائط غير الدمار، ما شفنا منه شيء، يعني ما شفنا غير الدمار بصراحة، ما شفنا حائط عمر الاستعمار الإسلامي هذا أو الاحتلال الإسلامي، الغزو الإسلامي لبلادنا. طيب أنا أظن في عندك أي تعليق حكمت؟ أردت أقترح عليك يعني الحلقة الجاية نجيب الفيديوين، إذا يعني ما قدرت تحصلهم قول لي أنا أحاول ألقيه، اللي يحكي بيه عن الولادة بأربع سنين، والحديث الآخر اللي يقول بيه إنه لما تروحون للبيت لازم تطون خبر، وهذا على فكرة مو كلام، هذا حديث نبوي بيه. أنا همين راح أجيب الحديث النبوي اللي يقول لما تروح للبيت أعطي خبر إذا رجعت من الغزوة، أعطي خبر لعائلتك إنه جاي، يعني حتى ما تضطر. بس كلام فارغ، هذا مو صحيح. صحيح صحيح، ليس للتزين وليس للشيء، هذا واقع محمد بغزواته، يعني كان يبعث الناس رجاله قبل يدقوا البواب إنه جايين المجاهدين فتهيئوا، يعني إذا وحدة في عندها كذا تخلصي منه، إذا في عندك واحد تخلصي منه مشان ما يصير مشاكل وما يصير طلاقات، يعني هذا محمد كان شايل همه، ما بده العالم تلتهي بمشاكله لأنه في عنده حروب. فهي محمد كان قصده من هالشغلة هي، يعني إنه روحوا خبروا مشان ما يصير مشاكل. أي يعني حتى لما يروح الغزوات واحد ما يتخلف يروح على الغزوة يقول لك مرتي تخوني أو شيء، بس هو الحركة إنه حتى الكل يكون كله تمام ظاهريا، يعني الرجال اللي موجود يروح حتى لما يجي يلقيها يعني جاهزة، يعني مخ ما أعرف شو مركب هذا، ويقولون علينا يقول إحنا ما عندنا غيرة، هذا محمدكم عنده غيرة، يعني لما يجي يسوي يقول للرجال يروحون من عند النساء حتى يجون على زوجاتهم، يعني كافي الدعاء. في شيء ولا اقدر اكمل؟ بتقدر تكمل بس وقتنا شوي، يعني تفضل. انا راح اذا الوقت ضيق بس اخلص الفصل من الفصول وتقدر. تمام ناخذ فصل ثاني واحتمال تجينا مكالمه بس اكمل الفصل هذا. تمام تفضل. قال محمد بن اسحاق: فكانت آمنه بنت وهب ام رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث انها اتيت حين حملت برسول الله، فقيل لها انك قد حملت بسيد هذه الامه، فإذا وآية ذلك أنه يخرج معه نور يملأ قصور بصرى من أرض الشام، فإذا وقع فسميه محمدا فإن اسمه في التوراة أحمد. يعني إيش معنى العاد يسموه إذا اسمه في التوراة أحمد؟ ليش يسموه محمد؟ أي ما أفهم يعني. يحمده أهل السماء وأهل الأرض، واسمه طبعا هو اسم قدم، يعني الحكي يضحكون به علينا، يعني واسم الحقيقي قثم محمد، فإن اسمه في التوراة أحمد يحمد أهل السماء والأرض، واسمه في الإنجيل أحمد يحمد أهل السماء وأهل الأرض، يعني بالتوراة بالإنجيل أحمد، ليه سموه محمد ما أدري، واسمه في القرآن محمد. منين جابوا القرآن؟ يعني هي قال على أساس هي جاي تحكي ويحكوا لها، شو معرفهم بالقرآن بعد ما مولود؟
هذا وذلك يقتضي انها رأت حين حملت به كأنه خرج منها نور أضاءت لها قصور الشام، ثم لما وضعته رأت عيانا تأويل ذلك كما رأته قبل ذلك هنا، والله أعلم. قلت الحنفية أعلم مو الله. وقال وقدي عن عنعن دخل حديث بعضهم في حديث بعض إن آمنة بنت وهب قالت لقد علقت به، تعني رسول الله، فما وجدت له مشقة حتى وضعته. يعني طبعا في حديث آخر يقول ما صارت عندي ولادة أخف من ولادة محمد. زين هم يدعون أنه مولد غير محمد، شلون لعد كان خفيف الولادة مالته؟ يعني إحنا لا نعرف إلا أخ ولا أخت ولا أي شيء يعني. هو كله بتاع كله يعني، إن المهم يلصقوا كلام والمهم يصوروه بأفضل شكل في على الوجود يعني. هاي فكر، ولذلك سموه أشرف الخلق والحكي الفاضي هذا اللي بنسمعه طول. خلي فكرون ليش تركته يعني. يعني يقال انه كانت حاطه اعلام، يعني اللي متعوده دائما كانت تحط علم يعني، فينزل يجون عليها الرجال، هاي اللي يسموها من اشرف النسب يعني، كانت رافع العلم ولازم يسرع عليها يعني. فلما فصل مني خرج معه نور اضاء له ما بين المشرق والمغرب، ثم وقع على الارض معتمدا على يديه. يعني تشذب لي وين توصلون بعد؟ شلون يعني وقع معتمد على ايده؟ يعني على اساس مخه كان يشتغل بهالوقت؟ ثم اخذ قبضه من التراب فقبضها ورفعه الى السماء. شنو هذا؟ شلون دبرها؟ ليش وقع على الارض؟ يعني حتى وصله ماكو يدبوا عليه يعني؟ شلون نرد اعرف وقع على القاع؟ يعني محطه وبطانيه جوا، محطه شقفه محطه وجواها، منين راح جاب التراب؟ عن اذك ماما خلي اجيب قطعه تراب. يعني نحن بنعرف الطفل بالفطره بالغريزه، اول ما بينزل بطن امه بيرقد على صدر، يعني بيحاول يشوف صدر امه حتى ياخذ الحليب، ياخذ هذا اول شيء الطفل ممكن يعني يتصرفه. فالاخ محمد هذا الفطحة لفطوحي يعني رقد على التراب، لأن بني آدم من تراب يعني. تخيل جان إنه نزل على أرض جهداء، يعني ما نزل جواب مثلا وصلة، كان أكو قماش يعني قبل، أخمشة موجودة والبطانيات موجودة، يعني شلون نزل على التراب يعني؟ يا حكمت على اساس هو من انس يعني من كبار قريش، اهله من يعني من اغنياء قريش، من ساده قريش، فما هل من المعقول راح يحطوه مثلا المراه الكريمه هي عم تولد بده يحطوه على التراب يعني تولد، ولا بالصحراء بدها تولد، ولا شو يعني؟ اكيد على فراش محترم، اكيد ما في تراب ما في غبره، المراه عم تولد يعني، شو هالحكي هذا؟ اي ورفع التراب للسماء كمان يعني، هو لما ينزل من راسه، شلون نزل يعني بعد منازل حط وعى الارض واخذوا التراب رفعوا، كيف رفعوا بعد ما طالع من النور فخذيها يعني؟ دفع هذا الشيء على كل حال. هاي رفع التراب كان لسه فيه ضوء ولا لا؟ هذا ابو لطفي عم بيشعله بطفي ولا لا؟ لا ول كان شو اسمه أديسون أخذ إجازة ورجع إلى وقت محمد، شكل شوية كهرباء وضوت كل الدنيا يعني. شو اسمه الفولتية كلها عليت لما ولدت محمد. وقال بعضهم وقع جاتيا على ركبتيه. بوعنا شوف يعني، شوف لما تشوف اختلاف الآراء والروايات اعرف انه كذب. يعني شنو قال بعضهم وقال بعضهم؟ لو هذا يكذب لو هذا يكذب يعني، او اثنينهم كذب، ما دام كل واحد يحكي شكل اثنينهم غلط يعني، او مهما يكونوا اعداد. قال بعضهم وقع جاثيا على ركبتيه، على ركبته وقع، وخرج معه نور واضاءت له قصور الشام واسواقها، حتى الاسواق
حتى رؤية أعناق الإبل. يعني ما شفنا أعناق الإبل وصل أعناق الإبل يعني. من أمريكا تطب كهرباء ومنين جابوا؟ طيب بصراحة أنا 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 بدي أشوف النور مرة أخرى يعني. عجبتني الفكرة هاي، فكرة إنه نزل وضوى لبصرة وضوى لكل ال يعني، ما بعرف إذا وصل للمملكة المتحدة ولا لا يعني. خلينا نشوف أسواق الشام حتى أعناق الإبل بينت يعني. تعرف شلون بينت أعناق الإبل؟ يعني أنت تدري من هو مكة وإذا وصل للشام يعني سوريا مثلا أو الأردن، شلون يعني شافوا الضوء على رقاب شو اسمه اتصلوا بيهم جمالنا صار فيها كهرباء. خلينا نشوف سوا. بصراحة عجبتني آمنة وهي فاتحة فخذيها لنرى فخذي أم نبي، شوفوا النبي محمد فرحان وشوفوا الضوء كهرباء 24 واط يعني، ولا 220 آسف 220 واط. بس هنا مو موصل كهرباء، بس منطقة صغيرة. شو القصة؟ إيه هذا مزور، تصوير هذا مزور. هون 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 ولاد كهربة العالم، الكهرباء الأساسية بالعالم يعني. يعني تصور العرب اخترعوا الكهرباء قبل الإنجليز بألف وكذا من السنين يعني. يعني الكهرباء صار لها 100-200 سنة طالعة، فهن العرب اخترعوها قبل 1200 سنة بولادة نبيهم الرحيم. فرحان جاي على الدنيا، فرحان هذا القاتل الضحار. أقول لك يعني بعد على كلنا بعد الحلقة راح اتصل بزغلة للنجار، أقول له أخذ هاي الكهرباء سويها من معجزات النبي. بالفعل هذا بهلول النجار بصراحة يعني، وش كيف راحت منه هالفكرة هاي يعني. كان أخذ جائزة نوبل بكل سهولة، إنه من 1400 سنة نحن عنا كهرباء. فيا بهلول يا نجار يلي وجهك وش المنشار. اسمع الجاي حلو جان. وقال الحافظ أبو بكر النبي قي أنبأنا محمد بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص قال حدثتني أمي إنها شهدت ولادة آمنة بنت وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ولدته، قالت فما شيء أنظره في البيت إلا نور، وإني أنظر إلى النجوم تدنو. اشتغل مغناطيس كمان. هاي الجاذبية. عايزك نيوتن الزلم لازم كان ينتحر يعني. اسمع بتاعت تبعيتها يعني البتاعة بتاعت البتاع صار فيها مغناطيس أو مكنسة كهربائية شخطة النجوم يعني. إلا نور وأني أنظر النجوم تدنو حتى أني لأقول ليقعن علي. يعني النجوم كلها قربت يعني من لما ولد محمد سحبهم، كان شايل معه مكنسة كهربائية ما أعرف بعد شفط وانشفط يعني. مثل ما بيقولوا الله ستر ما وقعوا النجوم كلها في حضن آمنة يعني. كان يا مسلمين هذا الكلام من ابن كثير، فإذا أنتم عندكم عقل فكروا هذا الكلام. النجوم قربت يعني والكهرباء اشتغل كل الولايات يعني، يعني بعد ما احتاجوا لا أديسون ولا العلم ولا أي شيء، محمد هو اكتشف الكهرباء والمغناطيس كمان اكتشفه لما قدر يسحب النجوم ناحيته. اسمع هنا بعد يقول لك وذكر القاضي عياض عن الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف إنها كانت قابلته وإنها أخبرت به حين سقط على يديها واستهل سمعت قائلا يقول يرحمك الله وإنه سطع منه نور رؤيت منه قصور الروم. وصل قصور الروم يا با الشام وبصرة والروم، شو بعد وين وصل؟ صار هذا قرب على فرنسا، قرب على فرنسا شوي تلغر وصل لفرنسا.
قصور الروم طبعا الرومان كانوا غير كانوا غرب. المهم وصل قصور الروم همين وصل الكهرباء بعد شيردون. قال محمد بن اسحاق فلما وضعته بعثت الى الى عبد المطلب جاريتها وقد هلك ابوه وهي حبلى ويقال ان عبد الله هلك والنبي ابن 18 شهر فالله اعلم ذلك. فقالت قد ولد لك غلام فانظر اليه. فلما جاء اخبرته وحدثته بما كانت رأت حين حملت به وما قيل لها فيه وما امرت ان تسميه. فاخذوا عبد المطلب فدخلوا على هبل, يعني دخل محمد على هبل في جوف الكعبه وعلو هبل يعني عبد المطلب ما يؤمن كان بال شو اسمه ما يؤمن بالاصنام وهي قدامكم دخل على هبل بس يكون هبل عمل له حاجه دخل على هبل في جوف الكعبه وقام عبد المطلب يدعو ويشكر الله عز وجل. يعني طبعا يشوفوه حليه حتى الاصنام يضربوا عينه عليه كان يعني هيك يعني علو هبل اي صح والي هبل. انا كمل المزح لما يمزحوا معي بالبيت اقول يقولوا لي قول شو اسمه احد احد اقول لهم هبل هبل. فقام عبد الله يدعو ويشكر الله عز وجل. زين شلون دخلت على هبل وتشكر الله؟ بركي تفهمنا اياها يا عبد يا عبد المطلب. وقال البويقي أنبنى أبو الحافظ عن عباس قال قد رواه الحافظ بن عساكر من حديث سفيان بن محمد المصيصي. عم ننجي من الأسماء هذا مصيصة المصيصية يعني هذول جماعة جماعة المص وال كمل يا أخي كمل ما بدي مثل الثاني على هالبشرة هذول. اسمع شو اسمه البركه الجايه. عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرامتي على الله, يعني هو تكرم على الله يعني او عزيز على يعني عند الله, هو اني ولدت مختونا ولم يرى سوءتي احد. يعني شريف مكه يقول اني ولدت مختون يعني فاحد ما شايف البتاع بتاعي يعني لانه مكسوب منه يمكن. فيقول يعني أنا ولدت مختون, يعني رسول الله ولد مختون يعني. فما أعرف شنو يعني, وإذا ولد مختون يعني شنو, يعني شنو الفخر به إذا ولد مختون يعني, يعني هذا فشي مهم يعني. وطبعا هاي التفنيصات طبعا إذا هو الشام النور وصل للشام وللروم شلون ما يصير شو اسمه ما ينختن يعني هو ببطن امه. وقد دعا بعضهم صحته لما ورد له من الطرق, سؤاله يقول صحيح حتى زعم بعضهم انه متواتر يعني هاي الكلام عن انه ولد مختون. وفي هذه كل نظر ومعنى مختون ان مقطوع الختان ومسرورا اي قطع السر من بطن امه. اسمع اسمع الكذب هنا, ولد مسرور يعني مسرور يعني السره مقطوعه من بطن امه. شلون دبر ما ادري يعني طلع برا والسره ما قطعوا وهي جاهزه يعني من فابريكا يعني جاهزه من فابريكا مختون والسره جاهزه يعني ومسكره وعادي وكل تمام يعني. خلينا نشوف ايش قد باقي لنا حتى اقول لك تقريبا راح اخلص. وقد روي ان جده عبد المطلب ختنه. طبعا هو ختنه عاد تضحكون علينا. ان جده عبد المطلب ختنه وعمل له دعوه جمع قريش عليها والله اعلم. هسه فهمونا هذا ولا هذا؟ فقال مثل مختون ولا جده وختنه ولا بعدين رضعوا من ثدييه يعني. اعتقد اني سامع شيء. لا لا صحيح. لا لا عبد المطلب رضعه من ثدييه يعني ما بعرف امه ليش ما رضعته يعني يا جماعه. بس سامع صراحه الحكي هاي كلامك صح. انا سامع بمكان انه كان عطشان فعبد المطلب هو رضعه من صدره. هذا كان مسوي عمليه لو شنو عبد المطلب.
فقال احفظنه فاني ارجو ان يكون له شان او يصيب خيرا. فلما كان اليوم السابع ذبح عنه ودعا له قريشا، فلما اكلوا قال يا عبد المطلب ارايت ابنك هذا الذي اكرمتني على وجهي ما سميته؟ قال سميته محمدا. طبعا كذاب انت. قالوا فما رغبت به عن اسماء اهل بيتي؟ قال اردت ان يحمده الله تعالى في السماء وخلقي في الارض. انت شو بعرفك راح يصير نبي يعني، او يدعي انه يصير نبي؟ الكلاوات عليه ما تضحكون بها. محمد ادعى القصه كلها، الفه انه عبد المطلب يجي قال يعني تسوون نفسكم ارقى القوم واذله الناس يعني. قال اهل اللغه كل جامع لصفات الخير يسمى محمدا كما قال بعضهم. وقال بعض العلماء الهمهم الله عز وجل اسمع ان سموه محمدا لما فيه من الصفات الحميده، وبعد الجديد جاء للدنيا، منين جاء الصفات الحميده به يعني؟ وبعد الجديد مولود، منين جبتوا هذا الحكي؟ ليلتقي الاسم والفعل ويتطابق الاسم والمسمى. لا هذا وجهه نظر ممكن تكون صحيحه، لانه هو كان اسمه قدم لما شافوا الصفات الحميده سووه محمد يعني، غير راح للجنسيه دائره النفوس راح غير اسمه يعني، ودفع رشوه للموظف. كما قال عمه ابو طالب ويربي الحسان قال الحافظ ابو بكر البيهقي انبانا ابو عبد الله عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله دعائي دعاني الى الدخول في دين دعاني الى الدخول في دينك اماره لنبوتك، رايتك في المهدي تناغي القمر. اسمع هاي حلوه، هاي اخر شيء. رايتك في المهدي تناغي القمر وتشير اليه باصبعك، فحيث اشرت اليه مال. يلعب مع القمر، كان مسوي لعابه مالته محمد. يقول وين ما يأشر على القمر القمر يتحرك ذاك المكان. القمر يجي ويروح معه يعني. يما القمر على الباب دور انادي له. انا طبعا راح اكتب في هذا القدر، راح اذكر المشاهدين انه الاثنين الجاي راح نعرض إذا طبعا تسمح وقت يسمح وقت جان فصل في مواقع من الآيات ليلة مولده عليه جلدة الحنفية، يعني الآيات اللي صارت يوم مولده. أنا راح أكتفي اليوم بهذا القدر، بس أتمنى أنه مثل ما وعدنا أخواننا نجيب الفيديو تبع علي جمعة وأنا أجيب الحديث، وإذا لقيت حديث الأربع سنين هم راح أجيبه. أكيد أكيد هذول موجودين، وراح نجيب الفيديوهات ونفرجي أخوتنا المسلمين الكيوت اللي عم يتابعونا أنه محمدكم تم ببطن أمه 4 سنوات. وطبعا هذا حكي فاضي، هذا هو تغطية لأشياء أخرى. على كل حال في عندي سؤال من الأخت ديانا عم بيقول أريد أن أسأل هل كان السبب وجود محمد طبعا في بطن أمه 4 سنوات لإشارة لمعجزة أم للتخلص من مشكلة عمر حمزة عم الرسول وألف شكر؟ طبعا هالشي شرحناه أنه هم ليش حللوا 4 سنوات، لأنه حتى يخلصوا من هذا المأزق انه متزوجين سوا والاب مات، كيف انه اكبر منه يعني 4 سنين؟ فقال لك حلال انه المراه ممكن تحبل لحد 4 سنين يعني. فرادوا وضعوا قانون جديد للحمل، ف واعتبروه امر الهي انه المراه ممكن تحبل بطفل يعني 4 سنوات ممكن. اكيد اكيد يعني اخت ديانا بصراحه هو بس للتخلص من هال، طبعا عند العرب انه عار يكون من يعني مو من زواج رسمي، فمحمد ما كان من زواج رسمي وهذا واضح، لانه امه لو كان من زواج وجده عبد المطلب مثل ما بقولوا
من سادة قريش، لما كان بعثوه أصلا للصحراء. لا شوف شوف التفاهة، إنه السبب إنه بعثوه للصحراء تربيه وحدة مثلا صحراوية، إنه بشان يتعلم العربية الفصحى. ما أنتوا أهل العربية الفصحى، كيف يعني تبعتوه للبدو حتى يعلموه؟ أنتوا أهل العربية الفصحى، قريش أهل العربية الفصحى، كيف يعني عشان يتعلم العربية الفصحى؟ شو تعليقك بهالنقطة هاي بالذات؟ اي طبعا راح نجي عليها النقطة. يقول لك انه اخذوه حتى هم يتعلم العربية الفصحى، وهم انه يبتعد عن الامراض، على اساس انه المدينة مليانة امراض وياخذوه القرية، والعكس هو الصحيح. المدينة الناس اللي عايشين بالمدن يكونوا يهتمون للنظافة اكثر من اهل القرى، يعني الحكي يضحكون به على غيرنا يعني، او ادعوا انه يتعلم اللغه العربيه، بس ما يقولون انه آمنة كانت تريد تتخلص منه، لانه حتى تقوم بشغله يعني، او عدا عشيق وريفر يعني، ما يمنع الشيء. المهم هي تخلت عنه وتركته لحد ما الصور صار عمره 4 أو 5 سنين، حتى حليمه السعديه رادت تتخلص منه، لما راح نقرا انه بدر منه بوادر، منه هو الطفل بوادر تخيلات وشغلات يعني، راح نحكي عنها بالتفصيل كلها. بدليل يعني هو ما كان رضيان عن امه، يعني ما كان رضيان حتى لما يعني ربه، معقول هلا محمد اللي يشفع لكل المسلمين، يشفع للبشريه كلها، ما يقدر يشفع لامه؟ يعني ما يقدر ربه اذا 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 يوم القيامه انتم يا مسلمين تعتقدوا اعتقاد راسخ انه محمد ممكن يشفع لكل البشريه، ممكن يشفع لانسان مذنب كل الذنوب، اذا قال يا ربي اني اشفع لك عند هذا هذا عندك واتيفر، يعني الكلام تطبيق الكلام، هل من المعقول ما يقدر يشفع لوالدته اللي جابته على الدنيا هاي؟ هل من المعقول يعني يكون في خصومة بينه وبين والدته؟ يعني الإله إذا بده يجيب محمد بهالقدسية هاي، أكيد راح يجيبه من إنسانة مقدسة، إنسانة بكامل الصفات. يعني مو معقول يعني يخلي أهل قريش مثلا يصير عليه حكي طالع نازل شرقي غرب غروي مثل ما بقولوا يعني إخواننا المصريين. ففتحوا عقولكم يا جماعة، فتحوا عقولكم. على كل حال أنا بشكرك كثير أخي حكمت على أخي أبا الحكم ابن كثير، وبصراحة بدها وقت حتى تعود على أبا الحكم يعني. بتشكرك كثير وبشكركم أصدقائي. طبعا بعد ساعة ونص من هلا في عنا حلقة عن الأكراد تاريخ وشعب، خلوكم معنا. وبكرة كمان في حلقة مع الأخ الملحد التونسي سامي عن موضوع تشريع الدعارة في الإسلام من القرآن. طبعا راح نشوف كيف تشرعت الدعارة الإسلامية من صلب القرآن، وبتمنى تكونوا معنا ونشوفوا حتى كلام المفسرين شو قالوا بهالآيات، آيات الدعارة اللي يعني اللي شرعت للدعارة الحقيقية. وأظن يعني ما حدا بيختلف على مفسرين القرآن مثل ابن كثير والقرطبي وكل هالناس هي اللي فسرت القرآن، وما حدا بيختلف على القرآن يعني. يعني مثلا السلفيين بيقولوا الحديث والحديث، بس لما بتزنق المسلم بيقول لك لا انا قرآني، انا بهتم بالقرآن وانا بكفيني القرآن. حتى القرآن هو اكبر مشرع للدعارة، وراح نشوف بكره كمان مع اخونا سامي. بشكرك كثير اخوي ابو الحكم، وبشكركم اصدقائي، الى اللقاء في حلقة قادمة. الى اللقاء، شكرا جزيلا، باي باي. شكرا لك حكمة، شكرا، باي باي.